بسم الله الرحمن الرحيم، واهلا بيكم في حلقتنا النهارده. هنعمل مع بعض فاصوليا باللحمه او طاجن فاصوليا باللحمه بطريقه سهله جدا. بس دايما الفاصوليا من الاكلات الجميله المسكره، بس دايما بتوجعنا معدتنا، وده بيكون بسبب ان الفاصوليا لازم تتنقع في ميه، ممكن تتنقع من قبلها بيوم وتغيري الميه اكتر من مره. كل ده لو اتعمل في الفاصوليا تطلع هتريحك في السلق، في نفس الموضوع نفس الوقت مش هتوجع لك معدتك، والنتيجه هتكون حلوه قوي وطعمها مسكر، ما فيهاش الريحه بتاعت الكمكمه او الركنه بتاعت الخضار. بعد كده عندي اللحمه، وانا اخترت النهارده لحمه الكتف من بوم ميت، عشان لحمه فيها سنه من الدسم، يعني بحيث ان هي تخلي لي طعم الطاجن بتاعي كويس. عشان اعمل بقى الصلصه وتطلع كده طعمها طعم الطاجن البيتي الجميل، محتاج شوية حركات كده بعملها في الطريقة بتاعتي، في الآخر هتديني نتيجة كويسة. أنا مش عايز أستخدم مرقة عشان الخضار بتاعي يكون حلو، هنعمل مع بعض طريقة كده سريعة هتدينا في الآخر نتيجة جميلة جدا للخضار. عندي أول حاجة كيلو من اللحمة الكتف من بوميت، بعد كده عندي نص كيلو من الفاصوليا، وقلنا إن لازم ننقعها من قبلها بيوم ونغير المية. بعد كده عندي بصلة مفرومة أو اتنين، فلفل حار، معلقة كبيرة من الثوم، نص ليمونة، كوباية عصير من الطماطم، نص كوباية من الصلصة، لتر من المية، معلقة كبيرة من الخل، بابريكا، كركم، كزبرة، رشة جوز الطيب، ملح وفلفل أسود. دي كده الحاجات اللي أنا بحتاجها عشان أعمل الوصفة بتاعتي وتطلع في الآخر الطاجن بتاعي يبقى طعمه مسكر كده وجميل. عندي أول حاجة هعملها، أنا قلت مش هستخدم مرقة، أنا عايز الأكل يبقى بطبيعته أو بالطعم بتاع اللحمة يعني. فيها هحط حلة على النار وأقوم نازل بشوية زيت أو سمنة، وأقوم مشوح اللحمة بتاعتي عشان أخد طعم اللحمة الأول منين؟ من الدهون اللي فيها. نزلت بشوية زيت كده، بعد كده هاخد اللحمة بتاعتي، بطلع طبعا لحمة بوميت احنا قلنا بتجيلك متغلفة مسحوب منها الهواء، فأنت ما تغسليهاش، استخدميها على طول. بعد كده إيه، سخنت الحلة بتاعتي، حطيت سمنة أو زيت، بعد كده هاخد شرايح اللحمة أو مكعبات اللحمة. وقلنا إن اللحم طبعا تقطيعه عكس الأنسجة بيدمر موضوع التسوية ده، وبدل ما تاخد اللحمة ساعة أو ساعة إلا ربع في التسوية ممكن تقعد ساعتين وثلاثة. وطبعا القطعيات المختلفة، إن أنت جاية من الجزار قطعية وقطعية برضو بتفرق فين في التسوية. هنزل كده باللحمة بتاعتي، هشوح اللحمة الأول كده عشان اخد طعم اللحمه. هنا طبعا انا هستغنى عن المرقه خالص، وبعد كده هقوم جايب شويه فلفل اسود رششها على مكعبات اللحمه بتاعتي، وبعد كده اقوم اقلب بقى اللحمه عشان تتشوح كلها. اللحمه ما شاء الله يعني بمجرد ما بتشم النار بس بتحمر. اقلب بقى كده واقوم رايح على الخطوه الثانيه. مهم جدا برضو الاطباق اللي مكانها اللحوم او الفراخ ان احنا ما نحطش عليها اي خضار ونستخدمها، على طول على الحوض عشان الميكروبات يعني او الفيروسات اللي بتحصل من نقل الكلام ده. شوحت الكلام ده كله كده، شوحت اللحمه بتاعتي كده في الحله، بعد كده هقوم جايب طبق ورافع على الطبق ده كل مكعبات اللحمه اللي اتحمرت. نرفع بقى هنا كده صدمة للحمة، دي بتفرق كتير قوي في التسوية وفي الطعم، وفي نفس الوقت هتخلي لك طعم الصلصة جميل قوي من اللحم. بعد كده بقى اجيب بقى البصلة بتاعتي المفرومة، ممكن افرمها بالكبة او بالسكينة مفيش اي مشكلة خالص. هنزل بقى بالبصلة واعمل بقى التسبيكة العادية خالص. بنحب الاكل الحراق، ينفع احط الفلفل الحامي من دلوقتي، لو ما بحبش ده طبعا ممكن ما احطش. يبقى الفلفل الحامي احطه سليم كده، اخد بس بدل ما احط شطه يعني اخد الطعم منه، وبعد كده هشيله او اسيبه على حسب بقى ايه، احنا بنحب الاكل حراق او عايزينه حراق ولا. اضيف بقى شويه زيت كده حلوين عشان طبعا اللحمه شربت كل الزيت. الحله دلوقتي ريحتها حلوه ولسه ما عملناش اي حاجه. بعد كده عندي الصلصه، والصلصه البوري لازم قلنا ان احنا نحمرها الاول شويه حلوين كده عشان تديني لون واضيع ضرر الماده الحافظه، وفي نفس الوقت يبقى طعمها كويس. ممكن كمان ما احطش معلقه السكر لو انا مش عايزها. بعد ما تتحمر هاخد عصير الطماطم، وهنا ممكن اخلي طماطم بس او صلصه بس على حسب ما احنا حابين يعني او اللي متوفر، بس اللي بيحب الاكل المتسبك بالصلصه البوريه عموما ما بيعرفش ياكل بالطماطم بس، تفرق معايا يعني بيحس الطعم اتغير شويه. اقلب بقى كده، نقوم رايح جايب البهارات بتاعتي واسيب بس الكزبره في الاخر. عندي الكركم، بعد كده عندي البابريكا وجوزة الطيب،
هضيف بقى شوية الملح. طبعا انا حطيت فلفل اسود على اللحمه، فبلاش نحط تاني عشان ما تبقاش ايه حراقه قوي. تقليبه بقى حلوه كده، وبعد كده هاخد شويه من الميه، وبكده انا خلاص عملت اللحمه بتاعتي او اللحمه والصلصه. تقليبه بقى الحلوه كده، بعد كده رجع بقى كل اللحمه تاني، وهسيبها بقى تتسلق فين مع الطماطم والعصير بتاعي يتسبك. طب الفاصوليا بقى هنعمل فيها ايه؟ الفاصوليا هغير الميه بتاعتها الاول، انا خلاص مغيرها بس هصفي الميه هنا الاول مبدئيا كده تاني. ويبص بقى الميه دي بتعمل اتفاقات صعبه قوي، فانا لازم اتخلص من الميه اللي الفاصوليا منزلها خالص دي واكتر من مره. وبعد كده اقوم جايب بقى حله حاططها على النار تاني و حاطط ميه سخنه، واسلق بقى الفاصوليا بتاعتي لحد ما تبقى مستويه. جربي الطريقه دي، ما تعمليش كله مع بعضه او ما تعمليش الفاصوليا لوحدها في الاول، طعمها بيفرق كتير قوي. هنزل بقى بالميه كده، بعد كده هنزل بالفاصوليا في الميه واسيبها تتسلق. يبقى احنا كده هنسيب اللحمه تتسبك مع الصلصه والفاصوليا تتسلق، وبعد كده نرجع نكمل مع بعض. خلاص كده اللحمه بتاعتنا استوت والصلصه اتسبكت زي ما احنا شايفين. وادي الفاصوليا، الفاصوليا دايما من الحاجات، الفاصوليا واللوبيا لما بتتسلقش كويس ويبقى فيها تكه كده بتبقى صعب قوي تيجي، فلازم قبل ما اطلعها من ميه السلق لازم اطلع واحده كده واشوفها استوت ولا لا. هعمل ده ازاي؟ هجيب بقى الواحده واقوم جاي على ايديا كده ودايس عليها، لازم الاقيها اتهرست خالص كده، ان لو عملت الخطوه دي بدري شويه الموضوع بيكون صعب قوي وفي الاخر بيطلع فيها تكه وتبقى وحشه. مهم بقى، وقلنا الناس بقى اللي معيزها ضعيفه او اللي بتحب الفاصوليا و تبقى ما عندنا مش عندها مشكله من الميه بتاعتها او بتعمل لها انتفاخات يعني، قلنا ان احنا هنجيب بقى مصفى، واحنا كده نقعنا الميه نعناها في ميه وغيرنا الميه وسلقنا برده وهنغير الميه. يبقى انا عايز برده الفاصوليا هنا من غير ميه خالص، سلقت كده الفاصوليا واللحمه اتسبكت، وهاخد بقى صفي الميه هنا. ممكن اشطف دي كمان تحت الحنفيه لو ده يعني لو في الموضوع صعب قوي بالنسبه لي كده. بعد كده هاخد الفاصوليا واقوم رايح على اللحمه، وبكده انا خلاص عملت الطاجن بتاعي. بس انا عايز اخلي الخضار بتاعي يبقى ليه طعم كده غير اي طعم، طعم وريحه. هعمل ايه بقى؟ اقوم جايب طاسه حاططها على النار. بصوا بقى المايه دي هي اللي بتوجع المعده، هنشيلها خالص. وهقوم جايب طاسه حاططها على النار. بصوا بقى الفاصوليا مع اللحمه بقى، يا سلام. محتاجين شويه رز بشعريه يا جماعه جنب الكلام ده. بعد كده هروح على الطاسه اقوم جايب شويه زيت صغيرين او سمنه او حته ليه صغيره بقى، الناس اللي بتحب الاكل المسبك قوي يعني. واقوم مسخن الطاسه قوي كده، واقوم رايح جايب الثوم واقوم نازل بمعلقه الثوم ومديها تقليبه كده، محمر معلقه الثوم. اللي هيخلي الثوم يبقى جامد قوي الكزبره، اقوم واخد سنه الكزبره معاهم ومقلب كل الكلام ده. وعندي هنا نص ليمونه باقيه من مع الخل، واقوم نازل بقى بمعلقه الخل. شم بقى احلى ريحه طاجن ممكن تاكليها. هنا ممكن اعصر الليمونه هنا او هنا، مش هتفرق كتير، بس انا بما اني حطيت الخل هنا هقوم عامل كده، ودي مش هرميها، هحطها تاخد غلوه مع الخضار وبعد كده ايه ابقى اشيلها. بعد كده اقوم واخد ده ونازل بقى هنا كده، سلام بقى شويه كده هنا. بصوا بقى الشويه دول على وش الطاجن، الموضوع جامد جدا. عندك بقى حلين، يا تاكلي على كده على طول، يا اما تدخليها الفرن في طاجن بايركس تاخد وش والموضوع برده هيبقى جامد جدا. جربوا الفاصوليا كده او اللوبيا هتعجبكم جدا. قلب بقى، وبعد كده هنجيب طاجن حلو كده نقدم فيه بقى جنب الرز، والموضوع كده في منتهى الروعه. خلاص كده سيبنا اللحمه خدت الغلوه مع الفاصوليا، او مدي بقى تقليبه كده. وهنا ممكن قلنا نشيل الليمونه لو مش حابين الموضوع، بس في الاخر هتديني طعم مميز قوي. شيلها بقى هنا خالص. وطبعا لو الخضار بتاعي ده هيتبقى منه خضار وهيبات، ما ينفعش اسيب طبعا الليمونه فيه عشان ما تبقاش مديها طعم الحمضان شويه. بصوا بقى ايه، دايما قلنا لما نيجي ندلق اي حاجه فيها ميه سخنه او حاجه فيها بتغلي يعني، فلازم يبقى اللي قدام كده ما يبقاش عليا عشان ما اتعورش من الموضوع. بعد كده عندي قعدت كده اللحمه دي مع الخضار لمده ساعه على النار في الصلصه يعني، وهطلع بقى اشوف اللحمه بتاعتي عامله ايه. اطلع بقى كده بمعلقه، لحمه ممتازه جدا. وبصوا بقى ايه، ادي الموضوع. ممكن ناخد بقى معلقه على
الرز الموضوع هيبقى حلو قوي. لازم جنبيه رز بشعريه الكلام ده. دي هنا كده. والفاصوليا طبعا شربت بقى التسبيكه بتاعتها مسلوقه لوحدها بس طبعا لازم اسيبها من 10 دقائق لربع ساعه على النار جنب مع بعضها يعني تاخد الغلوه كده عشان تطلع مظبوطه.